اظن مفيش حد في الفتره دي الا واتكلم على فيلم اصحاب ولا اعز، اللي هو المفروض من وجهه نظري لازم يتسمى اصحاب ولا اذل، قيم وعادات غريبه بيحاولوا يحشروها ويزرعوها زرع في مجتمعاتنا. ما تفتكرش ان احنا دلوقتي او الجيل الحالي هو اللي مقصود بالقيم دي او بالاعمال دي، اللي مقصود الاجيال اللي جايه. لو رجعت لبدايه السينما في العشرينات مثلا هتلاقي ان المجتمع وقتها كان مجرد كشف وش الست حاجه مستنكره، لكن هم لما بداوا بالاعمال الفنيه وقتها بداوا يحضروا للاجيال اللي هتطلع بعد كده وتشوف الاعمال دي فيتربوا عليها وعلى اللي بيطرح فيها. لما مشينا شويه في الزمن في الستينات على سبيل المثال كان الملابس في المجتمع لسه محتشمه، لكن في الاعمال الدراميه كان المنتشر هو المينيو جيب، لان هم بعد كده برضو قاصدين اللي هيطلع يتربى على حاجه زي كده. نفس الحال دلوقتي، اللي مقصود بالاعمال دي هي الاجيال اللي هتطلع، ابني وابنك مش احنا، لان هم اذكياء وعارفين جدا ان المجتمع حاليا هيستنكرها. ما تفتكرش ان هم دلوقتي بيحاولوا يفرضوا القيم دي، هم كل اللي عايزينه دلوقتي في المرحله الحاليه اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا واللي بتشوفه بين الناس، ان الفكره بس تطرح للنقاش، الناس تقعد تتداول الفكره ويتكلموا ويردوا على بعض فيها، وهتلاقي وزي ما هم متوقعين ناس عجباها الموضوع، زي ما احنا بنشوف في نقاشاتنا ولما نتكلم مع حد في بعض النماذج اللي بيناقشوها موافقين عليها ويجيبوها لك من ناحيه ايه بقى؟ دي اعمال فنيه، دي اعمال دراميه، ناقش الاخراج، ناقش الافكار، مالكش دعوه القيم اللي موجوده فيها. وبعدين يقول لك ما المجتمع مليان، انت ما شفتش الاخ اللي بيصور اخته عريانه علشان المراس، او ما شفتش الاب اللي بيغتصب بنته، انت ترد عليه وتقول له المجتمع مستنكر الكلام ده، ما تحاولش تصور ان القيم دي موجوده في المجتمع كله والمجتمع وافق عليها. الحاجات دي لما بتحصل بتلاقي الدنيا كلها مستنكراها، مش موافقه بيها، لكن دلوقتي انت بتحاول تغرس حاجات معينه جوه مجتمعنا على اساس انها دي حاجه عاديه جدا. هتشوف في الفيلم الاب اللارج الديمقراطي اللي موافق جدا ان بنته المراهقه تبقى على علاقه بشاب ومعاها الواقي الذكري، وعادي خالص لما امها تسحبه منها تروح البنت لابوها تقول له انا عايزه فلوس عشان اشتري يديها، وبعد كده تقول له انا هبات مع صاحبي يقول لها انت عامله حسابك. انت لو خدت بالك ان الاعمال الدراميه ما بتعكسش الواقع بقدر ما هي بتخلق واقع جديد عقلك الباطن، من كتر ما هو بيتعود على مناظر معينه موجوده في الافلام والاعمال الدراميه بتترسخ جواه قيم انت نفسك ما كنتش تتخيل انها ممكن تبقى حاجه عاديه. منظر البار في كل الافلام القديمه، البار والخمور بقت حاجه عاديه انك تشوفها، حتى انت لو ملتزم او من بيئه ملتزمه او بيئه ريفيه بسيطه عمرك في يوم من الايام ما هتتخيل انك تدخل كباريه، فهو هيدخلك الكباريه وهيخليك تشوف بنفسك اللي بيحصل جوه الكباريه. القصص بتاعت البنت اللي بتتفق مع حبيبها علشان تهرب بالليل، انت نفسك بغير ما بتحس بيخليك تتعاطف مع الحالة وبيخلق لك حالة الاب العصبي الرجعي المتخلف وهو نايم والكاميرا جايبة عليه، والبنت بتتسحب في نص الليل علشان تهرب، والاب الكاميرا تيجي عليه شوية وعلى البنت شوية، وفجأة وهي ماشية في الصالة البنت تخبط في ترابيزة، تلاقي انت نفسك على طول بتقول يا ساتر يا رب ابوها ما يصحاش عشان ما يحسش بيها وهي بتهرب، رغم انه الفعل بتاعها هو اللي غلط وكلام ابوها هو اللي صح. البطل نفسه لما بتحصل له مشكله عمرك ما تشوفه بيجيبوه مثلا بيروح يصلي ركعتين او بيدعي ربنا، لكن دايما يجيبوه رايح بار وبيشرب خمور. كمان البطل اللي بيبقى حرام وراح يسرق بنك طول احداث السرقه بتبقى متعاطف معاه، ولما بتسمع سيرينة الشرطه جايه بتبقى انت متضايق ان الشرطه جايه تقبض على الحرامي علشان هو ده البطل. ده غير التنمر اللي بنشوفه في كل الاعمال، البطل الوسيم اللي دايما بيتري على حجم او صوت او شكل ناس عاديه موجوده معاه في العمل، وتلاقي نفسك بتضحك، يجيب لك شاب او نموذج لشخصيه خمرجيه ما بتفوقش من السكر، وطريقتها وطريقه تمثيلها بتخليك تضحك معاه زي الليمبي. كل ده الاعمال الدراميه بتعمله فيك وانت مش حاسس، فخدوا بالكم، خدوا بالكم جدا من الهجمة الشرسة اللي بيتعرض لها أولادنا. أولادنا حاليا بيتربوا بطريقة غير اللي تربينا احنا بيها خالص. دلوقتي اللي بيربي أولادك معاك كتير زي السوشيال ميديا، الإنترنت، التلفزيون، الدراما، السينما، كل ده بيربي معاك، فحاول تربي وربنا يعيننا كلنا.
أشوفكم مع موضوع تاني جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.